كاين واحد المبالغه وواحد الضجيج كبير حول ستارت اب والمقاوله والانتربرونيريا في المغرب. هذه طوندونس في العالم كامل. هذا الشيء منجح لان الحكومات ما بقاش كتخدم بزاف. هذه هي اول الاشياء. ثاني الاشياء الناس كيشوفوا نجاحات كبيره لان هاد لي زونتربرونور اللي كيبانوا بزاف كيبالغوا تبيان ديال الفلوس اللي عندهم والماده اللي عندهم خلات ان الناس كيتوقعوا ان النجاح جد سهل في ستارت ابين ولا في لونتربرونيا، والواقع ليس بذلك. الواقع كيقول ان 93% من لي ستارت اب كيموتوا قبل ما يلقاو الماركت فيت، قبل ما يلبسوا السوق، قبل ما يلقاو داك البرودوي ولا الوينين برودكت. لذلك انت اللي بغيتي دير المقاوله ولا انت اللي بغيتي دير المقاوله، رد بالك ان نسبه الفشل طالعه بزاف. طالع بزاف، وهذيك ترافيرسي ديزير ديك المده باش تلقى الماركت فيت ديالك صعيبه وخاصه واحد الصلابه النفسيه. لذلك الله يعاونك، الله يوفقك، ديما فكر في الاحتياجات ديال الناس اللي بغيت تنجح في المقاولة ديالك. كنتمنى لك النجاح والفلاح والصلابة النفسية.